السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على وين على كاين، ما نقولش خاوتنا، كاين بعض التونسيين وين بدأ الحقد الدافين يطفو على السطح من التونسيين. يعني شعلنا كيفاش وين في لي باج تاعهم وين يتبهاو يعني بالتاريخ تاعهم، ويقول لكم شي حنايا بلايلي ما كانش يكون في المنتخب الاول، كوم شي حنا علمناه، كوم شي حنا من، كوم شي حنا من. يا خويا بصحتكم صحه، علمتوه نتوما اللي علمتوه، نتوما اللي علمتوه. هذا ما لعبش تاع كره قدم، نتوما صوت زاد من القماطه ديتوه، نتوما اللي ديتوه من القماطه ديتوه يلعب. تما نتوما هادو تعايروا في شتي، تعايروا في بدران، تعايروا في تاعنا كيسموه في بن عياده، علاه عيب عليكم؟ وين قال لك معلومات ما يعرفوهاش الجيريه، ولا يعرفها ولا يعرفوها يكركروا، يعني ولا يعرفوها ويكركروا فيها. هذه هل تعلم ايها الجيري أن يوسف بليلي لم يكن يملك أي لقب قبل قدومه للترجي؟ يا أيها الجيري، هل تعلم أن يوسف بليلي لم يكن لعاب منتخب قبل قدومه للترجي؟ يا أيها الجيري، هل تعلم أن يوسف بليلي لم يتوج بأي لقب إفريقي قبل قدومه للترجي؟ هل تعلم أن يوسف بليلي يملك 11 لقب من بينها 8 ألقاب مع الترجي؟ هل تعلم أن يوسف ليلي لم يتوج بجائزة أفضل لاعب إفريقي محلي إلا عندما تقمص زي الترجي الجزائرية؟ هل تعلم أن يوسف ليلي لم يشارك ولو مرة في كأس العالم للأندية قبل قدومه للترجي؟ هل تعلم أن يوسف ليلي تم طرده من الفريق أونجي الفرنسي الذي يمتلك رجل أعمال جزائري بعد عقوبة تجميد، ثم انتشله الترجي بعد رفض كل الأندية التعاقد معه؟ لا لا والله، لا كان جاي اللامسية، قاسي سعيد كان مكمل معه. أنا نعطيكم هذه، نعطيكم أوفيسيا، قاسي سعيد كان مكمل معه، يعني كان جايبه، كان جايبه. من بعد دخلت الترجي، أنا أقول لكم أنتم أنصار تاع الترجي. وين واحد ما ترجيش، قالو كو خليناه يتكركر تخلص عليه، كو خلصت عليه تكركير، خله خير ما يلعب، خير ما نشوفوه ضدنا. نتوما التونسية، نتوما التوانسة، هذا بلايلي كو ما جاش لعاب تدوه، حتى صدتوه لعاب ما شديتوه، كيما بونجاح ما قلتو حنا علمناه، حتى شفتوه بلي لعاب ما شديتوه. ماشي غير هكا كاينين لعابة، نجيبو لكم كاميو سيمي تاع لعابة، كاينين واحد اللعابة نجيبهم لكم، أيا شوفو لا تقبلوهم، نشوفو لا تقبلوهم، راه ادو نعايجي، ناف، ادو لعابة وكاينين لعابة، ادوهم تشوفو لا يلعبو، روح الباراندو راهي كاينة خير ربي، المدرسة هاديك اللي دايرينها في خميس خلشلة، في خميس مليانة، الباراندو تاعهم، ادي روح شوف تشوفو لا تدوهم. قبل ليكم ما جاش لعاب تدوه ما تدوهش، تا كان لعاب باش ديتوه، ما ديتوهش باطل، ديتوه باش يلعب باش يجيب لكم الالقاب. انتوما كي تقولوا بلي بلايلي حتى جا معنا باش دا القاب، حتى جا معاكم باش وليتو تدو فين القاب، يعني ببلايلي وليتو تدو القاب. على بالنا داين القاب من قبل وداينو بلي زاربيت، على بالنا بلي داينو القاب وداين بلي زاربيت وداين، على بالنا كيفاش داين. قلتو انتوما والاهلي الزمالك ليزاربيت، برك ليزاربيت، دير حسابك بلي من 1990 هذاك الشيبوب هذاك اللي ربي يخلص فيه غادي يدخل الحبس، قيس رئيس قيس غادي يدخلها الحبس. هذاك كان مدعم الانديه التونسيه والانديه المصريه فقط، يعني تخرج منتخب يخرج نادي جزائري ولا يخرج نادي مغربي يديها بعرقه. هذه باش ندخلكم لي بيسانكم، نتوما ما عطيتوش البلايلي، بلايلي جا لعب وجاب لكم وعطيتوه، هذه هي. وين قال لك
الدوري التونسي اربع مرات، كاس تونس مره واحده، سوبر تونسي مره واحده، دور ابطال افريقيا مرتين، دور الجزائري مره واحده، كاس امم افريقيا مره واحده. والله عيب عليكم. هذه على إلي على شتي، شو شتي تكلموا على شتي، ما لا قرا معنا لهنا، هما لا هما لا قرا معنا هنا تاعكم، هما قاعد يطلعهم قاع، شو قاعد يطلعهم، هذو قاع تاع تونس، هذو قاع تاع تونس، شو هذو انصار تاع هذو، شو شدايرين، شو شدايرين. في المنتخب الجزائري يلعب بالجرينتا والروح القتالية ويلعب كل مباريات أساسي، في الترجي يبدأ يكركر فيها ويتمشش ويبدأ يعمل في أخطاء، أخطاء بدائية، واحد عمره ما لعب كرة ويبتع، واحد عمره لا لعب كرة وين يلعب يعني بالغش، ولم يقدم شيء من الجرينتا للنادي الترجي، والترجي يحرم ابنائه ويجيبوا لنا البراويه البراني يلعب في ليكيب تاعنا اللي ما يسواهاش هذه الجزيريه. يا ولدي احنا نعرفوكم، هذه على ابن عياده، قالوا له كان نهار اللي تجي وتوصل اي عرف روحك غادي تسبع، غادي تتكركر وتشبع كفوف، مكاش الراجل خير واغلى من يعني الهضره هذه، انت ما راكش راجل صح، معليش معليش معليش، هذه الله غالب، هربحنا وخسرنا فين كيما قالوا مساكني، قالوا نربحوا احنا وتخسر الجزائر، انا خاوه خاوه، بصح خرجت العكس، وين خرجت العكس، شو كي خرج العكس، ساعة قلت لكم بدران ماشي بدران، حاطين ستي، حاطين ستي، أظن على ستي، على بليلي، حاطين تاع حافظ الراجي فانك، هذه تاع حافظ الراجي، قالوا شوف هذا الطحان والرخيص شنو هبط على الانستغرام، يا ودي. حنا نعرفو بعد شبيبة صغار يقول لك منا، بصح حنا نعرفو مليح، نعقلو من كنتو طايدين كيفاش كنتو تحقرو كرة القدم الجزائرية. يا ودي غير هنا أنا شوف الأنصار تاع الجزائريين وين ما يروحو لتونس ينضربو، إلا في تونس، أنصار تاع الجزائر ينضربو إلا في تونس، هذي نقولها لكم من التالي كاع، وقفات التايك ربحنا كملنا، بصح شتي راك تشوف كيفاش وين يقودون في هجمة يعني هجوم شرس من أجل طرد بن عيادة من تونس، وبن عيادة لا طردوه، تعطوه كواطو وطردوه، بن عيادة يروح لأي نادي يلعب، يروح لأي نادي يلعب، ما على بالوش بيكم، ما يسمعش بيكم كاع، تاكل على روحه هو، هو طلب بالسماح وكملت ومنها خرج الإعلام، كيف جيبه كيف جيفه، قلت لها قام جوال وخد اخر غادي ما يفوتها لهش، كيف جيفه تما نتوما باغي تولوا رجال غير معنا حنايا، غير معنا تولوا رجال، شتونا حشماني، معليش معليش، قدامنا انت يا المناصر، قدامنا تهدر على بلايلي وتهدر على ستي وتهدر على بن عياده، اتفكر باللي الشعب الجزائري راه يقلعها من الكرشو ويعطيك يوكلك، الشعب الجزائري يقلعها من الكرشه ويعطيك راك تاكل، الشعب الجزائري قسم معاك الفاكسه تاع كورونا، انت ديت شويه وادى شويه، الشعب الجزائري، الجزيريه كيما تقولوا انتوما، الجزيريه كيما تقولوها انتوما، هذي باش تدخل لك في علمك، باش يكون في علمك، انت مي قلت لنا ليكون في علم، وين راهي ليكون في علم، يعني معلومات ما يعرفوهاش خاوتنا الجزيريه ولا ما يعرفوهاش ويكركروا فيها، حنايا معلومات
ما يعرفوهاش خاوتنا التونسيه ولا يعرفوها ويكركروا فيها. بلي عطيناكم اموال حاميلكم الحداده تاعكم، حنا الجزائر حاميلكم الحدود تاعكم، يعني في البحر وحاميلكم الحدود تاعكم، نعطوكم الدواء نعطوكم ماكله كيما تبغي. اما لا هذه المعلومات اللي ما يكونش على اللي ما على باش بها رانا قلناها لكم.